سأقدم تعريفا يعني مختصرا لشخص الأستاذ. الأستاذ إبراهيم بورشاشن هو أستاذ التعليم العالي في الفلسفة الإسلامية، له مجموعة من الكتب، له مجموعة من مثلا الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي، مع ابن طفيل في تجربته الفلسفية، هل نحن في حاجة إلى ابن رشد، هل نحن في حاجة إلى ابن طفيل، وهو أيضا شاعر، له ثلاث دواوين، أولها الطين المسجور، ثانيها إبحار في عيون الحريات، وثالثها كنت نائما فانتبهت. للأستاذ إبراهيم بورشاشن مجموعة من الأبحاث المنشورة في مجموعة من المجلات العربية والمغربية، وله مجموعة من المحاضرات داخل المغرب وخارجه. أترككم الآن مع الأستاذ إبراهيم بورشاشن وكلمته حول الشباب والهوية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا السيد الرئيس. يسرني في هذا اللقاء الذي ينظمه ملتقى الحضارات أن أشارك بموضوع علاقة الشباب بالهوية، أو كيف تحضر الهوية عند الشباب، أو كيف يتمثل الشباب الهوية، أو ما هي الإشكالات التي يثيرها مفهوم الهوية، وما هي المواقف التي يتوقع أن يعالج الشباب بها هذه الإشكالات. فأنتم ترون أن المقاربات مختلفة لهذا الموضوع. المقاربة يمكن أن تكون سيكولوجية، ويمكن أن تكون سوسيولوجية، ويمكن أن تكون مقاربة فلسفية. وبحكم تخصصي فأنتم سترون أنني اخترت المقاربة الأخيرة، مع العلم أن هذه المقاربة يمكن أن تستحضر المقاربتين الأخريتين. فالمعارف اليوم إذا لم تتكامل لفهم موضوع معين لا يمكن قول شيء دابال في هذا الموضوع. ومن هنا دائما أدعو نفسي والآخرين إلى أهمية التسلح بالعلوم الإنسانية من أجل فهم صحيح للأمور. هناك طريقتان للحديث في موضوع مثل هذا. طريقة تقديم معارف والجلوس هنا مجلس التلمذة وكأنني سأعلمكم شيئا جديدا لا تعرفونه، ولا أعتقد أن هذا الطريق سالك، لأنه لن يغير معتقداتكم شيئا، بل لن يزيدكم إلا سمنة معرفية. هناك طريقة أخرى تحاول أن تدفعنا جميعا إلى التفكير، وتحرك فينا همة البحث عن أجوبة تخصنا، أو بعبارة أخرى أجوبة تخص كل واحد منا، لأن لا أحد منا يشبه الآخر وإن كنا نتشابه من وجوه كثيرة. وخاصة أن الحديث في هذا الموضوع ليس حديثا سهلا، فالموضوع شائك والمفهوم ملتبس، والخروج فيه بإجماع من قبيل المستحيلات. لكن إذا استطعنا في هذا الوقت الصغير أن نضع ما يسمى بخارطة طريق للبحث في الموضوع، فأعتقد أننا سنكون قد خرجنا بفائدة. أحاول في هذا العرض أن أضع أمامكم مفارقات وأسئلة، لأنني أعتقد أن الشباب يجب أن يفكر لنفسه، هو لا يريد لأحد أن يفكر له، لكن أن نتعاون جميعا على وضع إطار نفكر فيه، ونحمل جميعا هم أسئلة نبحث لها عن أجوبة أو افتراضات، أعتقد أن الأمر سيكون مفيدا لنا جميعا. أحاول في هذا العرض أن أدافع عن فرضية تزعم أن مفهوم الهوية وفي أصله ملتبس يفتقر إلى كثير من الوضوح. أولا لأنه مفهوم حديث وليس مفهوما قديما، وإن كان منطقيا كما سنرى
قديما ولكن بالمعنى الحمولة المعرفية والإيديولوجية والسيكولوجية التي يحملها فهم الحديث. ثم لأن كل واحد ينظر إلى الهوية من جهة معينة، فهناك اتجاه يركز على الخصوصية الهويتية ويرفض كل ما عداها، هناك اتجاه يرفض الهوية إطلاقا ويقول بالمواطنة العالمية، وهناك اتجاه ثالث يرى القول بالهوية ولكن يغنيها بالموارد الثقافية المختلفة ويفتحها على المستقبل. إذن العرض سيحاول الإجابة على الأسئلة التالية: ما المقصود بالهوية؟ هل هي مجموعة خصائص ثابتة جامدة؟ أم أن الهوية لا شيء ثابت فيها؟ وكيف نفكر جميعا في مفهوم الهوية؟ أولا حول مفهوم الهوية، كلمة الهوية هي كلمة صناعية، يعني مكونة من الهو والياء، لذلك نقول الهوية وليس الهوية. قديما اعتبرها أرسطو من مبادئ العقل، العقل عند أرسطو قديما وعند الفلاسفة من بعده حتى الثورة العلمية الحديثة يقوم على ثلاث مبادئ: فهم الهوية أن الشيء هو هو، يعني لا يمكن للشيء أن يكون هو وغيره في نفس الوقت، فالشيء يتميز بخصائص ذاتية لا تفارقه، ومن هنا قوله إن ماهية الإنسان هي العقل. ثم مبدأ عدم التناقض أن الشيء لا يمكن أن يكون هو ونقيضه في نفس الوقت. ثم مبدأ الثالث المرفوع أن الشيء إما أن يكون كذا أو كذا، والثالث المرفوع يعني هو التناقض الذي لا يمكن أن نتحمله. إذن بالنسبة لأرسطو للفلسفة من بعده لا يمكن العقل أن يفكر إلا انطلاقا من هذه المبادئ الثلاث. طبعا الحال الثورة العلمية الحديثة ستغير كثيرا من هذه الأمور، لكن مفهوم الهوية كان معروفا ولكن بالمعنى الذاتي المنطقي وليس بالمعنى الذي نتحدث عنه اليوم. كيف نتصور نحن المسلمين الهوية وكيف يتصورها غيرنا من غير المشاركين لنا في الملة؟ عندما نرجع إلى الذين فكروا في الهوية من المفكرين المسلمين نجد مفكرا مغربيا كتب كثيرا في هذا المفهوم، إنه الدكتور عباس الجراري. عندما نرجع إلى ما كتبه ونريد أن نلخص يعني تعريفه لهذا المفهوم نجده يقول: الهوية ما به الشيء هو هو، أي من حيث تشخصه وتحققه في ذاته، فهي الحقيقة التي تعطي الماهية تشخصها ووجودها الظاهر في إنيته ونفسها وفي الجوهر، ويعتبرها وعاء الضمير الجمعي لأي تكتل بشري ومحتوى هذا الضمير نفسه بما يتضمنه من قيم ومقومات تكيف وعي الجماعة وإرادتها في الوجود والحياة داخل نطاق الحفاظ على الكيان بكل ما يبرز ظهوره واستمراره. إن الهوية عند الأستاذ عباس الجراري تدخل في إطار واسع هو الذي تمثله الشخصية باعتبارها كيانا تشكله عناصر مادية ومعنوية، وباعتبارها كذلك وجودا ثابتا وراسخا للإنسان والمجتمع. إذن بهذا المعنى فالهوية هي مجموعة سمات ولها مقومات. ما هي هذه المقومات؟ هي البيئة أو الوطن، المقوم الأول، اللغة كرمز للذات والإحساس بها، الدين باعتباره مفاهيم وتصورات وقاعدة سلوكية شرعية تكون للفرد مقياسا للتمييز في اختياراته، ثم الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي العام. إذن هناك أربع مقومات تشكل أساس الهوية. أما إذا انتقلنا إلى الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط
فذهب أحد السوسيولوجيين إلى أن أول من أثار مشكل الهوية هو القس مانديل، هو راهب نمساوي اعتبر أب علم الوراثة وكان عالم نبات، أجرى الكثير من التجارب واكتشف القوانين الأساسية للوراثة. لن أتحدث كثيرا عن هذا المفهوم، ولكن لأول مرة إذا صح هذا القول أن العلم اكتشف ما يسمي بالهوية البيولوجية، بمعنى أن الإنسان لا يتكرر وأن سماته الشخصية يأخذها من أبيه وأمه. أما السوسيولوجي جون كلود كودفمان فيرى أن الحديث عن الهوية حديث جدا، حيث إنه في المجتمعات التقليدية كان كل واحد يعرف من هو، في القبيلة كل واحد معروف، وكل واحد يعرف من خلال النسق الأخلاقي والمعرفي لكل شخص مكانه، إذن ليست هناك هوية ولا سؤال عن الهوية. متى بدأ الحديث عن الهوية؟ يقول كوفمان بدأ الحديث عن الهوية مع ظهور البطاقة الوطنية كارت ديدونتيتي. في الجماعة القديمة كل واحد يعرف الآخر، لكن مع ظهور الدولة المنفصلة عن المجتمع يجب على الدولة أن تتعرف على الأفراد، فظهرت في فرنسا البطاقة الوطنية من خلال تصور واضح للهوية عند الدولة، وهو أنه لا يجب خلط إنسان بإنسان، حين هذاك الإنسان حتى لا نخلطه بإنسان آخر سنعطيه رقم، فرقمه هو هويته. لكن الهوية بالمعنى الفلسفي ستظهر في فرنسا في سنوات الستينات، وتعتبر ثورة الشباب 1968 حادثة ثانية، حيث ظهر الفرد والشخص.